مساء الخير على كل مشاهدي برنامج 90 دقيقة من المحيط إلى الخليج. أخيرا رجعت جيهان مرة أخرى معايا على الهواء. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا تامر. وبعد كده لما تيجي مسافرة المفروض يعني تقولي برضه أبقى أطلع يعني كده يعني ما هو لازم واحد فينا يقعد عشان يشيل الهواء. عموما الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. خلونا نبدأ النهاردة ونقول إن من امبارح بقى أولياء الأمور اللي ولادهم في المدارس الحكومية في المناطق الفقيرة والشعبية عندهم حالة هلع ورعب، نازلين تنبيهات على الولاد والبنات بأنهم ما يكلوش الوجبات المدرسية أو البسكوت بتاع المدارس. الحكاية دي مش أول مرة تحصل حقيقة، اتكررت كتير، وأنا عن نفسي اتكلمت عليها هنا في البرنامج أكتر من مرة قبل كده. إيه اللي حصل بقى؟ امبارح كان في أكتر من 3000 تلميذ بمدارس سوهاج جالهم تسمم، والنيابة الإدارية أكدت النهاردة أنه تم علاجهم في مستشفيات سقلطة المركزي وأخميم وسوهاج المركزي. النيابة أصدرت أوامرها بسحب عينات البسكوت والوجبات وأرسلتها لمعامل وزارة الصحة. ربنا يستر على أطفالنا. ربنا يستر يا رب. وكمان النهاردة في راس غارب انتشرت معلومات عن تسمم 30 تلميذ جدد. الحقيقة النيابة الإدارية اتحركت على طول وفتحت تحقيق برئاسة المستشار إسلام مقلد مدير الغردقة وتبين إعداد ما يقرب من 1000 وجبة ساخنة تقدم يوميا في المناطق الأشد احتياجا، وإن الأطفال فعلا شعروا بالألم، والبعض قال إنه ده نتيجة لحالة الهلع، وثمانية بس منهم أصيبوا بحالة تلبك معوي وخرجوا من المستشفى. النيابة كمان اتأكدت من صلاحية الأصناف الغذائية واطلعت على الشهادات الصحية لجميع العاملين في مكان التجهيز، وأطباء الصحة أخذوا عينات للفحص وعينات طبية للتحاليل من التلاميذ. الحقيقة عاوزين نقدم كل الشكر والتحية لرجال النيابة الإدارية على سرعة التحرك. كمان مجلس النواب من ساعتين تقريبا فتح موضوع الوجبات المدرسية في الجلسة العامة، وصوت النواب كان عالي جدا تحت القبة، جاب آخر القصر العيني. عدد منهم قدموا بيانات عاجلة وطلبوا باستدعاء وزراء الصحة والتعليم والتنمية المحلية علشان يسألوهم عن أسباب حوادث تسمم تلاميذ المدارس أطفالنا. النائب زكريا حسان قال إن حالات التسمم مش أول مرة تحصل، ولكن اتكررت من 20 يوم تقريبا زي ما قلت لحضراتكم واحنا فتحنا الملف ده هنا، وطالب النائب بسرعة تحديد المسؤول سواء في وزارة التربية والتعليم أو في أي وزارة أو جهة أخرى، وإصدار تراخيص للمخازن اللي يتم وضع الوجبات فيها. وقال كمان النائب أحمد نشأت إن اللي حصل في سوهاج جريمة تعد جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان تحت ما يسمى بالوجبات المدرسية. أما الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية قامت مع فريق من مراقبة الأغذية بالمديرية وإدارة شبين الكوم بحملة على المدارس ومخازن التغذية المدرسية للتأكد من سلامة المواد الغذائية. الحملة النهاردة مر على 78 مدرسة على مستوى المحافظة وسحبت 97 عينة، وتم تحرير 7 محاضر جنح لعدم وجود شهادات صحية للمندوبين الخاصة بالتوريد. في معلومة عاوز أقولها عن الوجبات المدرسية على صفحة بنك الطعام، إنه في عام 2014 البنك قدم أكثر من 21 ألف وجبة صحية ساخنة يوميا من خلال 22 مطبخ مدرسي في 10 محافظات، وانهم دلوقتي بيجهزوا 8 مطابخ جديده في 4 محافظات لتقديم اكثر من 9000 وجبه يوميا. تخيلوا بيعملوا كشري. طيب كده لازم العيال تسمم اكيد، طالما العمليه وصلت لكده يبقى ما نستغربش على حالات التسمم اللي زادت. طب معنا فين الرقابه يا تامر؟ الرقابه شوف التليفون، مش عارف في تليفون معانا. المستشار احمد العراقي مدير مركز المعلومات بهيئه النيابه الاداريه. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. تسمح لي كمان اقدم سياده النايب خالد الهلالي، يبقى برضه معانا في المداخله. مساء الخير يا سياده النايب. مساء الخير يا فندم، الله يخليك. انا عايز اعرف في ايه؟ نكلم المستشار احمد العراقي الاول. احضرنا بس يا سياده النايب.
النيابه لقت ايه يا فندم؟ يعني عايزين نوضح للراي العام النيابه لقت ايه المخالفات؟ هو دلوقتي طبعا مركز المعلومات رصد بعض الاخبار عن تسمم الاطفال. تم عرض الامر على معالي الوزير على رئيس هيئه النيابه الاداريه اللي وجه نيابه سوهاج ونيابه راس غارب ونيابه الغردقه في نفس الوقت بطريق لفحص الحاله بتاعت سوهاج، حالات سوهاج وحالات راس غارب. بالنسبه لحالات سوهاج هو كان مبدئيا قالوا ان في 1478 حاله تسمم. يا نهار ابيض. لسه قلت. نعم. تمام؟ بالفعل تم توجه فريق النيابه وكان معاهم في المتابعه معالي الوزير علي رزق يعني دقيقه بدقيقه عشان يطمن على الاطفال. تبين ان هو في 383 حاله دخلوا بمستشفى سهولتا وطلعوا بعد تحسن حالتهم. في 747 حاله دول تم الاطمئنان عليهم في حاله في الطوارئ وطلعوا. 338 حاله 48 حاله كان اشتباه وبرضه غضوا المستشفى دون اي يعني اي ما استمروش في المستشفى. نعم. تمام؟ كل الحالات اللي المفروض ان هو كان عندهم اشتباه في كافه محافظه سوهاج طلعوا غدوا المستشفى في نفس اليوم. اللي تم والوقوف على اللي حصل لهم بالظبط قام فريق الطب الوقائي بسحب عينات من كافه الوجبات اللي بتتقدم ليهم وطبعا مستنيين تقرير المعامل المركزيه بس في الغالب ان كلهم قاموا الحمد لله بدون اي اصابات. سياده المستشار تسمح لي اسالك سؤال، هل هناك شبهه جنائية في ان ده شيء متعمد ام هذا يقع تحت يعني عنوان الفساد؟ ما انا اقول عليك حاجة، هو لحد دلوقتي بس يعني الارقام دي يعني يبدو كده ان في فاعل مجهول، هل يعني ممكن نروح في الاتجاه ده؟ هو في حاجة يعني لما تلاقي ان في كذا محافظة في نفس الوقت في نفس التوقيت والاطفال كلها تخش وتخرج من غير اثبات ان عندهم حالات تسمم وان في 8 اطفال عندهم كان في راس غارب بس 8 حالات تلبك معوي. تمام؟ فده يعني ده الاتحادات اللي هتظهره وان تقارير المعامل المركزيه هي اللي هتوضح اذا كان في فعلا شبهه تسمم من عدمه، بس في الغالب ان الاتحادات المبدئيه ما فيش شبهه تسمم لان الاطفال ما قعدوش في المستشفى اكثر من ساعتين ثلاثه. طيب معانا سياده النائب خالد الهلالي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. ايه اللي حصل تحت قبه البرلمان النهارده فيما يخص اطفالنا اللي بيتسمموا واعدادهم وفقا لكلام سياده المستشار احمد العراقي والمواقع الصحفيه تجاوزت مش اثنين ولا ثلاثه، دول الاف. هو اولا انا كان نفسي اسمع راي مسؤول وزاره التربيه والتعليم. نجيبه على التليفون. يا ريت والله يعمل معانا مداخله كده ونخش في نقاش لان طبعا للاسف تليفونه مقفول على فكره يا دكتور رضا حجازي. تليفونه مقفول. طب هو على عليك يعني يبقى في مسؤول محترم واقع زي دي حضرتك يتقفل تليفونه في يوم زي ده في حادثة زي دي؟ رقم واحد ده يدل فعلا على الاهمال الشديد ولا مبالاه؟ هل هو اهمال ام شبهه جنائيه؟ احنا طبعا مش عايزين نتصبط الامور بس في الاول وفي الاخر النتيجه ان في تسمم معلن ومشهود. هو حتى الان حسب كلام المستشار احمد العراقي وهو معانا على التليفون التسمم لم يعلن بعد. انا بتكلم حضرتك دلوقتي احنا في الظاهر احنا هيظهر الكلام ده حضرتك زي ما قلنا كله التحاليل العينات والتحيات. بس احنا بنتخيل بقى حضرتك بالكم العالي جدا ده اللي اصلا احنا مش عارفين له اصل حقيقي. حتى البيانات الوارده عن العدد نفسه مش دقيقه. مره يتقال 1000، مره يتقال 2، وفيه بعض المواقع ذكرت 3336 تلمية في محافظه سوهاج فقط. سياده النائب خالد هلالي، هل هناك لجنه لتقصي الحقائق؟ ما انا بقى احنا ده طلبنا ده النهارده في البرلمان في الجلسه المنعقده اليوم تالي يوم. ان احنا حضرتك وطالبته باستدعاء الوزراء؟ أنا طالبت أنا تحديدا باستدعاء أربع خمس وزراء. طيب كان الرد إيه؟
طبعا ده امر يعني مش عايزين يتاخد كده ان احنا بنقول مناقشه او بيان عادل كده وخلاص ويعدي. عموما بس اسف لمقاطعتك، الدكتور رضا حجازي رد علينا وانضمت الينا حاليا على الهاتف الدكتوره رندا حلاوه رئيس الاداره المركزيه لمعالجه التسمم التعليمي. اتفضلي يا استاذه رندا. التسمم التعليمي معالجه، انا اسمي الاستاذه رندا حلاوه رئيس الاداره المركزيه لمعالجه التسرب التعليمي وليس التسمم التعليمي. انا اسف جدا يا فندم، انا سمعتها غلط في الـ الـ في الاير بيس، عفوا. اتفضلي حضرتك، معاكي سياده النائب خالد هلالي عاوز يطرح عليكي سؤال. يا فندم مساء الخير. الو الو. ايوه اتفضل حضرتك، اتفضل حضرتك قول سؤال. كنا عايزين حضرتك بس نفهم الصوره بالنسبه لكم انتوا كوزاره التربيه والتعليم. ايوه. الحقيقه من عندكم ايه بالظبط؟ ونعرف مين المورد، والمورد ده بينطر عليه المورد. حضرتك معانا على التليفون استاذه رندا؟ ايوه معاك. طب سمع هو بيقول ايه؟ سمع سياده هو حضرتك عصبيه ليه يا استاذه رندا؟ لا مش عصبيه. امال ايه مالك؟ مش عارفه حضرتك. حضرتك يعني اوفنسيف شويه معانا. احنا عاوزين نهدى وعاوزين نفهم الموضوع. دي حالات تسمم واعداد كبيره يعني. في ايه حضرتك؟ مع حضرتك يا فندم. اتفضلي يا فندم. اتفضلي سعاده. اتفضل سياده النائب. انا بستغرب يعني ايه ده اولادنا؟ واهم شيء هم مستقبل الوطن ودول اولادنا، في اغلى من كده في الدنيا، فالموضوع مش موضوع هين، ولو هو بسيط حتى احنا هناخده بدراسه كامله على اساس بعد كده ما يحصلش مشكله كبيره. طب انا هنفترض مثلا سؤال سيادتك ايه يا سياده النائب؟ بسيط حضرتك. سؤال حضرتك دلوقتي رقم واحد. نعم. مين المورد؟ مين المورد يا فندم؟ ثواني بس اكمل السؤال اللي كامل بعدين معاك عشان بقى ناخد. اتفضل يا باشا. صحيح. والمورد ده اول سنه ليه ولا بقى له كام سنه؟ والمورد ده اول سنه له ولا بقى له كام سنه؟ وبيورد للمحافظة الجمهورية كلها ولا لمحافظة؟ كل محافظة لها مورد. وبيورد لمحافظات الجمهورية كلها أم لمحافظة بعينها؟ وبيتعامل مناقصة ولا بالأمر المباشر؟ وهل ده بالمناقصة ولا بالأمر المباشر؟ حضرتك سامعانا يا أستاذة رندا؟ أنا سمعتي الأسئلة، حضرتك اتفضلي الإجابة. والله أنا ما سمعتش ولا سؤال. طب معلش يا تامر، ممكن تعيد؟ أنا كده مضطر أفتح التلفزيون عشان أسمع الأسئلة. لا يا فندم، أنا هقول لحضرتك تاني، سيادة النائب بيسأل حضرتك من هو المورد؟ وهل هذا المورد خد المسألة بالأمر المباشر ولا كان من خلال مناقصة؟ وهل دي أول مرة للمورد للتعامل في مثل هذه الحالات؟ وهل هذا المورد يوزع على كافة أنحاء الجمهورية أم لمحافظة بعينها؟ طيب أنا هقول لسيادتك الموضوع كله من البداية. اتفضلي يا فندم. سيادة الرئيس، تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي دكتورة غادة والي بإعداد خطة الاستراتيجية بالتعاون مع الوزارات المعنية اللي هي مين؟ التربية والتعليم والتموين والزراعة والصحة والمعهد القومي للتغذية. نعم. طبعا الكلام ده على ما انتهينا من الاستراتيجية وعرضت على لجنة العدالة الاجتماعية اللي بيرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء. انتهينا لأن الخدمة الوطنية تم الاتفاق معاهم أنهم هيعملوا الجبنة النستو من اللبن الطبيعي مش من لبن البودره علشان العناصر الغذائيه بتاعتها تكون كامله، وفعلا صنعوا الكلام ده وودناها المعهد القومي للتغذيه، لقوه محتوي على كافه العناصر والدنيا ماشيه مظبوطه، اعتمد الكلام ده، اسندنا للخدمه الوطنيه، الخدمه الوطنيه يعني اسندت لموردي عن طريقها هي لتوريد للمدارس. واخدين معاهم كل الضمانات، الوجبه قبل ما بتتوزع على العيال بتتسحب عينه منها وبتتفحص وبتاخد افراج صحي. التخزين في المدارس بيتم التفتيش عليه، على المخازن اللي بتتحط فيها البسكوت، كل الاجراءات اللي بتتعمل علشان خاطر نضمن سلامه ولاد. واحنا لما عملنا اتفقنا مع الخدمه الوطنيه انها تورد كان لان العيش هيروح ما فيش ايد بتلمسه، رايح مغلف، الجبنه معموله مظبوط، كل حاجه بمواصفاتها. كنت على اتصال امبارح طول اليوم مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، وقالوا انهم راصدين غرفه عمليات بيتابعوا كل حاجه، واكدوا سلامه وصلاحيه كل الاغذيه اللي تم توزيعها. وزاره الصحه خدت امبارح عينات من كل الولاد اللي هم تسمموا ومن الصيء اللي حصل،
لسه النتائج ما تمش الإعلان عنها، لكن برضو احنا منتظرين نشوف النتائج دي فيها ايه وتم الاماكن. طب فيما يخص المورد يا فندم واسئله النائب خالد هلالي، هل دي اول مره لهذا المورد ولا حضرتك ما عندكيش خلفيه؟ يا فندم الخدمه الوطنيه هي الجهه التي تعاقدت معهم للتوريد وليس الوزاره. الخدمه الوطنيه دي تابعه لمين يا فندم؟ جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه. تابع لوزاره ايه؟ تابع لوزاره، وحضرتك ما تعرفش جهاز الخدمه الوطنيه تابع لوزاره ايه؟ تابع للقوات المسلحه يعني؟ اكيد تابع للقوات المسلحه. لا انا بقى عايز اضيف لحضرتك حاجه، التغذيه مسؤوليتها مركزيه لا مركزيه في المحافظه، يسال عنها المحافظ ومدير مديريه التربيه والتعليم والصحه والتموين والزراعه. الوزاره فقط بتضع الخطط لنوع التغذية وكمها والعناصر التي يجب أن تتوفر في كل وجبة بناء على شروط معهد القومي للتغذية ووزارة الصحة، وبتبعت للمديريات الكلام ده وبتتابع، تضع الخطة وتتابع. الموضوع التغذية مركزي في كل محافظة. طب يعني حضرتك دلوقتي أستاذة رندا بتتهمي الوزارات الأخرى إن هم اللي عندهم المشكلة؟ لا أنا الوزارات اللي حضرتك ذكرتيها يا فندم انا ما بتهمش حد، احنا كلنا لجنه واحده مسؤولين عن الموضوع. ما حضرتك بتقولي ان المسؤوليه بترجع لفلان وسياسيه، ولكن المحافظات بتختلف فيما بعضها. تمام. الحاجات احنا ما احناش عارفين ايه الدنيا، لازم اكيد هيبقى في حل عاجل هنتخذه فورا بالجلوس مع الخدمه مشروعات الخدمه الوطنيه والموردين. طب سياده النائب خالد هلالي حضرتك سمعنا، اتفضل حضرتك علق على اللي قالته الاستاذه رندا حلاوه. والله العظيم انا مستاء من ردود اكثر ما انا زعلان من على الحاله اللي وصل اليها طلابنا. للاسف الشديد يعني انا حضرتك دلوقتي في مشكله، كل واحد اول شيء بيحاول يرمي التهمه عنه، ده انا بستغرب. انت مستاء ليه يا استاذ خالد؟ لسبب بسيط، اولا لما يبقى حاجه زي دي ووزاره التربيه والتعليم هي الراعي الرئيسي للتلميذ كل النواحي وهي البيت الاصول له، ونيجي بعد كده نقول اصل الوزاره الفلانيه والوزاره الفلانيه والوزاره الفلانيه، انا سالناها سؤال محدد، حاله التسمم ديت مش وليد السنه دي، ده من سنين كثيره، من سنه 2011 ولا بنحصل على حالات التسمم وبتزيد سنه عن سنه. يعني احنا مفروض كنا السنه دي وصلنا لمرحله ان احنا كل العوائق وكل العيوب اللي في موضوع التغذيه او الوجبه المدرسيه يكون احنا فعلا عالجناها، ونفاجئ ان العام تلو الاخر ان المشكله بتتفاقم والتسمم بيزيد. يبقى العيب هنا يا فندم لما يحصل فيه مشكله، مين اللي يقف على المشكله ويدور المقصر فين ويتابعه ويعالج الموضوع؟ هو الحقيقه في تهرب من المسؤوليه، كل واحد بيرمي المسؤوليه على حد تاني. خليني بس بعديك في نقطه، هو وزاره الزراعه اللي هتيجي تدور تقول يا ست رنده تسممه ليه، ولا وزاره التربيه والتعليم اللي تبحث حضرتك وتشوف حتى الموارد مع احترامنا الكامل لجهاز الخدمه الوطنيه اللي حضرتك هي الاستاذه الفاضله بتقول انتوا مش عارفين هو تابع ايه؟ ايوه. حتى لو هو بقى فعلا بالفعل من كده هتسحب منه المراقب؟ ايه المشكله؟ ولا نسيب ولادنا يموتوا بقى؟ طب قدر الله قدر الله كان التسمم ده قلب مضاعفات كبيره، هنعالج الكم الغريب اللي احنا شفناه في محافظه واحده 3600 على حسب بعض الاحصائيات، نعالجهم فين ولا نعمل فيهم ايه؟ سياده النائب حضرتك كان في حد في المجلس تقريبا طالب بالغاء الوجبات المدرسيه؟ ده واقول لحضرتك حاجه، مش لو هتفضل على كده يبقى الغاء افضل. اه طبعا احسن من تسمم التلاميذ، مفيش حد يرضى ان اولاده يتسمموا. لما يبقى في جهه امينه ووزاره امينه واخد بال حضرتك حريصه على تربيه الاطفال وصحتهم قبل تعليمهم وتعليمهم، واخد بال حضرتك لا نعمل الوجبه المدرسيه. تمام. لما يبقى في مسؤول بفعلا مقدر حجم الكارثه اللي موجوده ويبقى يحط لها العلوم الصحيح ويعاقب ويحاسب كل فاسد، لا فعلا نقدر نقول نفعل الوجبه المدرسيه، انما لو فضلت بالامر ده لا تلغى الوجبه المدرسيه لمصلحه الطالب. طب ايه اللي انتم ممكن توصلوا له بقى في مجلس النواب؟ بص يا فندم يعني احنا عايزين نشوف الخلاصه، مشكله تقص عقائد وتبحث فعلا من المتسبب الحقيقي. ايوه. عن الكوارث اللي بتحصل للترند دول في الوجبه المدرسيه فقط. تمام. ماشي، ومحاسبتهم حاسبه عسيره وفقا للقانون والدستور كمان. شكرا جزيلا سيادة النائب، شكرا الأستاذة رندا حلاوه.